سلام البنات، كي راكم؟ لاباس راكم؟ غايا جبت لكم اليوم وصفه تركيه شابه سهله، وصفه تاع تجي في المقله بدون فرن. هلا ما تشوفوا هذه الوصفه تاع الصوالح اللي عندك في الدار، توجور البطاطا، الفرماج، كفته، هادو هما. وراكم معايا في هذه الوصفه. نديرو البطاطا تغلي مع الثوم والرنت. نديرو في المقله شويه زيت وعاد تسخن، ونديرو البصل بعد ما قطعناه كما راكم تشوفوا، قطعوه صغير كما تاع البوراك. نخلوه يتقلى حتى يولي دوغي. انا نبغي البصل بزاف، درت حبه كبيره. هيا دي تقلات البصله للدوغي، نجيبو الكفته تاع الدجاج. هذا الصدر تاع الدجاج طحنته كيما راكم تشوفوا. كيما تبغوا ديروا البنات، ديروا الكفته تاع الدجاج ولا الكفته تاع اللحم اللي عندكم اللي موجود في الدار. نحلوها كي من هكا باش البصله تدخل والزيت كيما راكم تشوفوا. نبقوا هكا حتى اللي تنتحل كاع. وهكا نخلطو حتى اللي طيب. هي دي كي طابت دروك نزيدو طوماطيش مرابيه زوج حبات. نزيدو ثوم غبره. نزيدو الحراج تاع الكفتة، فلفل الكحل، وملح. ما نكتروش الملح باسكو هاد الوصفة هادي فيها الفخوماج بزاف، سي بوغ سا. ونخلطو كيما هكا. نخلطو حتى تخلط كاع الكفته. نزيدو معلقه صغيره تاع طوماطيش كونسونطري تاع باطا. نغطو عليها ونخلوها نار قليله. فوالا كي طابت البطاطا نجيبو هذاك كيما نقولو نمرسوها تولي بيغي كيما راكم تشوفو. هادي البطاطا ولات بيغي. زيدوا معها الفرماج تاع مورسو بورسيون ولا تاع الميزان ولا اللي عندكم في الدار.
ونزيدو الزعتر، نحكو هكا بين يدينا ونديرو فلفل الكحل. نزيدو شويه ملح كما قلت لكم، ما تكتروش الملح. البطاطا ما درتش فيها الملح، عاد دروك درت. نجيبو مقله ما تكونش تلصق ونديرو فيها شويه زبده، نخليوها تدوب. كي دابت الزبده نحط المقله فوق البوطاجي، نحيوها من النار ونحطوها فوق البوطاجي. كما راكم تشوفوا ونديروها كاع، نحلوها على حساب المقله. هكا هاد لاغوسات بنينه البنات، بنينه. هادي وصفه تركيه. نزيدو البلايص اللي ما كفاوش باش تجي على حساب المقله، باش الفرماج ما يطيحش منه من وتنحرق المقله. ونزيدو الكفته، شوفوا كي طابت الكفته جات مرمله. نحلوها كاع على حساب البطاطا. اي مديتي الدور كان لا انا غير هنا، غير هنا. نزيدو دروك فرماج رابي، فرماج روج ورابي تاع مجهوج ولا جودة ولا اللي عندكم. هذا نفرشوها كاع على حساب الكفتة. فوالا نحطوها فوق الكاس حتى ليدوب الفرماج، ونغطوها بهذيك تاع الزاج باش الفرماج يسخن ويذوب. شوفوا البنات كيفاش يذوب، كيفاش يولي يجي شباب، تجي شابه تحسب كانت في الفوق وهي غير في المقله طابت. هذه هي الاكله التركيه كما راكم تشوفوا، تجي بنينه. ويلا عجبكم هذا الفيديو ديروا لي جيم وابوني، وباي باي في فيديو اخر ان شاء الله.